بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس من الناس من الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار. سأل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفينا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آل محمد وعلى وسلم. بفضل سبحان ربي العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد